انا ودي اتكلم تفضل. خلاص اي لا لا عليك. خذ راحتك تفضل. تفضل. انا شوف طبعا بربط المواضيع هذه بمواضيع صارت دارت في يعني قاعدين يلوموننا فيها وقاعدين ينتقدوننا فيها. يعني قالوا لنا انتوا الحين الاتحاد السابق تنتقدونهم، وهذا الاتحاد الحالي ان انا ربعكم وانتم تبونهم ما تنتقدونهم. يعني بربط الحين الاحداث اللي صارت مع الكلام اللي قاعد نسمعه، من يقول لنا ذلاك هذين ربعنا وذلاك مو ربعنا، ذلاك ربعنا وذلاك ربعنا اكثر بعد من هذين كربع، بس ننتقد العمل احنا. من يقول لك والله احنا انا بيني وبين شيخ طب مشعل شيء ولا بيني فلان شيء؟ ماكو اي شيء، عندنا مصلحه مصلحه. وانا اتكلم عن نفسي، عمري ما تكلمت عن نفسي، اتكلم عن وجهه نظري، حتى لو رفع الايقاف والامور هذه ما رد، انا ما راح ارجع العب ولا شيء للشباب. ترى توقفنا ولا ما توقفنا، ما شنو مصلحتي كشخص؟ هاي الامور مثل بعض القرارات يعني صار احنا ما نلوم اللجنه المؤقته، لان الوقت ما يسعفهم الوقت، يعني مو من انصاف مو من العدل ان نلومهم بهالوقت البسيط. لكن انا اقول لك في اشياء مثل سالفه المحترفين الاربعه، انا ضد فكره اربع محترفين بالاساس، مو يابوا وما يابوا وناس دفعوا وناس ما يدفعوا. ما اربع محترفين وايد، ليش اربع محترفين؟ اثنين يتسجلون اثنين يلعبون بس. انا اقول البدون مع احترامي على هالكلمه، خلي يسمحوا لي يعني اخوان البدون، ان 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 المفتي يتعامل معامله الكويتي، واحد يفسر الشيء، ترى ما عندي احد يصير لي بدون ولا عندي ولا بس. لحظه يعني لحظه لحظه. نعم. الفكره والنعم فيهم، انا ما اتكلم عن البدون عيالنا ومنا وفينا، لا اتكلم عن المحترفين. انت ترفض فكره المحترفين على اطلاقها ولا فيها الظروف؟ لا لا على اطلاقها، حتى قبل يعني حتى قبل ويتهم قال بوش اليوم طلع قال انه بنخلي فكره جيده، لان شو ردوا وش قالوا؟ قالوا احنا عندنا شلون باتخاذ جاري انديه اسيا، مو لو تجيب اربع محترف، لو تجيب 10 محترف ما تاخذ بطوله ما يطور المستوى المحترف؟ ما يطور لا لا مو عاد بهالعدد، انت تحرق اللاعب الكويتي محترفين. احنا بالثمانينات شاركنا بكاس العالم ماكو محترفين، كل لاعبين كويتيين، اخذنا كاس اسيا بلاعبين كويتيين. صح يمكن المواهب اللي كانت موجوده قبل مو موجوده، لكن ما اربع محترفين وايد، ايش اعطيت فرصه حق لاعب الكويتي؟ اللاعب البدون قاعد تستفيد منه بالمنتخب، قاعد تلاعب لاعب محترف، قصدي لاعب كويتي، وانت تدهني لاعب محترف ما شيء ما يدش يعني. هاي ال 30 لاعب انا مو راضي عليه، انا اقول 25، انت شلت الرديف 25 لاعب، وخلال موسم راح يصير عندك انذارات وراح يصير طرد، ادري فين راح يصير عندك نقص، ايش راح تسوي؟ وين تروح؟ راح تحت لا لا الهيئه تعطي 24 لاعب ايه لا لا غير خير ما اتكلم مادي، انا اتكلم حتى وين تروح اذا صار عندك نقص؟ تروح تحت 19 لحظه ما بتكمل؟ اي بكمل. تروح حق تحت 19 هني نخلي اللاعب تحت 19 يلعب، هذا انت مو تقول لاعب صغيره بيلاعبه قصف، مضطر تروح تاخذ من تحت 19 تلاعب 18 درجه اولى. الشغله الثانيه في كل دارت ان انتوا الحين يوم ان تقولون ان الاتحاد السابق يشتغل، مع احترام نادي القادسيه نادي كبير ولا محتاج حق الاتحاد يشتغل ولا شيء، نفترض ان يا الاتحاد هذا ما اشتغل حق نادي القادسيه، احنا مو فكرتنا نشتغل حق هالنادي، خله يشتغل حق العربي، هم راح الومه وراح انتقده، احنا نبي يتعامل انديه كلها بمسطره واحده. صح صح لو ما والله ما احنا العام لما نقول يسوي اشياء اللي صار القادسيه، مو القصد القادسيه، ما يصير اتحاد كره يمثل دوله الكويت يشتغل لنادي، يشتغل حتى لو انتمي لهالنادي واهلي بهالنادي، اشتغل حق انا كاتحاد اشتغل الحين لو الاتحاد هذا انا اول واحد انتقده اذا اشوف انه يشتغل للنادي العربي، لا هو نادي لا عليك حق، مو من حقك وما يجوز انك تشتغل أبو علي ما لنادي الثلاث محترفين بمسطره واحده لجميع الانديه. ابو علي الاربع محترفين اللي الحين انت قاعد تشوف انه حق ال 14 نادي، القرار هذا منصف حق ال 14 نادي، حق كم نادي؟ ولا نادي اتوقع مع اربع محترفين الا ثلاث انديه ترى. اي ثلاث انديه، انا اصلا القرار هذا يخدم، القرار هذا يخدم يمكن الوقت ما اسعفهم، القرار هذا يخدم الانديه الكبيره، انا ما الومهم، القرار هذا يخدم الوقت ما اسعفهم. ابو علي القرار هذا يخدم، احنا ما نبي ندش بالشبهه ولا بالنيات، لكن القرار هذا يخدم الانديه الكبيره، والدليل على ذلك انت لما توقع العقد مع اللاعب، وبعدين اربع انديه يا ابو شهد واقفين بساعه اقول دار واقفين كل بيت الزكاه ينطرون معاشاتهم ينطرون، روح شوفهم الادارات جايب الاربع انديه على اربع محترفين عليه ابو شهد، كان التبرير محترفين اثنين وخلاص، كان التبرير الوحيد